السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح بلقاء جديد بصناعة المحتوى الإبداعي والاحترافي في برنامج الباوربوينت. اليوم رح نصمم بطريقة جدا بسيطة سلايد احترافي وشريحة افتتاحية ربما تكون لعرض مقدمة درسك أو تدريبك أو مشروعك، أيا يكن بتحب تقدمه لجمهورك عبر برنامج الباوربوينت. كيف ممكن نصمم سلايد احترافي بهي الجمالية عبر برنامج الباوربوينت وبإمكانيات جدا بسيطة؟ هذه اللي رح يكون محور لقائي معكم اليوم. على عجل أتمنى منكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات، وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. ولا تنسوا زيارتي أحبابي على قناة حكاية شغف، أتمنى منكم دعمكم على حكاية. ويلا نتوجه مباشرة أحباب القلب إلى لقائي معكم بهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية. بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت وأخذنا شريحة فارغة، أنا محتاج اليوم بهذا اللقاء يا أصدقاء يكون في عندي بعض الأدوات البسيطة اللي أنا أستخدمها. أول أداة اللي هي رح تكون المحور الرئيسي في تصميم الشريحة هو نوع خط. نوع الخط هذا رح يكون موجود معاكم رابط في صندوق الوصف لتحميله. هذا هو الخط اللي رح نستخدمه اليوم. تمام، بعد ما تنقل على الرابط تفتح معك الصفحة مثل ما أنا شايفين، بننقل على مفتاح الداونلود لحتى نحمل الخط، وبعد ما نحمله بنثبت الخط وبعدها بنشغل برنامج الباوربوينت. ثاني شيء محتاجين يكون في معنا خريطة، كمان الرابط لتحميل هيدي الخريطة رح يكون موجود معنا أيضا بصندوق الوصف، وأيضا محتاجين يكون في معنا صورة، كمان الرابط لهذا الموقع لتحميل الصور دقة عالية رح يكون موجود معنا بصندوق الوصف. رح نرجع إلى برنامج الباوربوينت، متوجه إلى أدراج وبنختار مربع نص وبنرسم مربع نص. بداخل مربع النص رح أترك المشيرة وبتوجه إلى أدراج مرة تانية وبنختار رمز. تمام، طبعا أنا بيكون محمل الخط اللي اسمه دوك روح مثل ما أنا شايفين. رح نبحث عن هذه العلامة وأنقر على مفتاح الإدراج ومن ثم إغلاق. رح نحدد الإطار الخاص بمربع النص ومكبر حجم الخط لحتى نشوف العلامة اللي نحن أدرجناها، وهذه رح تكون بني التصميم من خلالها. طيب، لحتى نحول هذا التكست إلى شكل فبتوجه إلى إدراج، ومن إشكال مختار المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل إلى الخلفية. أضغط مفتاح الكنترول وبحدد أيضا معلم منه شو بنحدد معه الشكل. بتوجه إلى دمج الأشكال، في عندك الخيارات الموجودة بهذا المكان، شو رح نختار نحن؟ تقاطع. بنختار إطار بدون إطار حتى يضل معي الرسمة مثل ما هي، وأيضا إذا حبيت لونه باللون الأسود لا ضير في الموضوع. الآن رح أخذ التفاف وبكرر الشكل أكثر من مرة لحتى نحن نكون منه شكل آخر، وتابعوني على الشكل التالي يا أصدقائي. رح نختار كنترول زائد اي نحدد كل هذه الاشكال، من تنسيق رح نختار اتحاد لحتى يكونوا معي مثل ما انا شايفين شكل واحد. خلني اختار مثلا زاوية معينة ومنكبر الشكل كامل لحتى مثلا يغطي الجزء اليميني مثلا من الشريحة. رح اتوجه الى ادراج عفوا، ومن اشكال اختار مستطيل وبنكر مع السحب لحتى ارسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة، وخلني اختار نقل الى الخلفية. بنحدد المستطيل، اضغط مفتاح الكنترول وبحدد الشكل مع بعضهم البعض، ومن دمج رح نختار التقاطع. تمام، لحتى يضل معي فقط هذا جزء من الشكل. الان رح نتوجه الى الموقع الخاص بالصور، انقر باليمين ونختار نسخ الصورة، وبنرجع الى الباوربوينت ننقر باليمين على الشكل مختار تنسيق الشكل، والتعبئة رح نختار تعبئة صورة، وبنختار من بتوجه إلى أدراج، ومن الصوريات رح اختار صورة من هذا الجهاز. بيكون احنا حملنا صورة الخريطة، رح نختار رسمة الخريطة وليكن هيدي هي، وأضغط على مفتاح الإدراج رح نصغر مساحتها لتكون معنا مثلا بهايد الموضع يا أصدقائي بهذا الشكل. من ألوان رح أخذ تباين أخف لألا حتى تضل بهتة معنا الصورة وما يكون معنا بكثافة اللونية. الآن نحن يا أصدقائي بكل بساطة لو شغلنا شريحتنا رح تكون معنا الشريحة بهيدي الجمالية وهي الاحترافية، من خلال إضافة يعني نوع للخط نختار رمز من رموز هذا الخط. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل،
والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما ما تنسوني من تفاعلكم ودعمكم، تجزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم قريبا بلقاء جديد ومتميز في برنامج باوربوينت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.